يبقى إذا هنا عندما كان الزمن 2 ثانية هنجد المسافة اللي اتحركها 144. يبقى المسافة من سطح الأرض إلى أن وصل سرعة أو وصلت سرعة الجسم لصفر كانت المسافة دي كلها كام؟ 144. يعني الجسم اتحرك مسافة مقدارها 64. نعرفها ازاي؟ المسافة عندما في بزيرو وجدنا ان تي بيساوي 2. اوجدنا المسافة عندما تي بيساوي 2 وجدناها 144. طيب كان البعد بينه وبين سطح الارض الاول 80، نطرحها من 144 يديبها المسافة الفعلية اللي مشيها 64. ثم بدأ بعد ذلك في نهاية الخمس ثواني هنجد ان المسافة النهائية بزيرو، يعني الجسم ارتطم بسطح الارض، وبالتالي اصبحت المسافة بينه وبين سطح الارض بصفر. يعني مشي كام برضو؟ 144. يبقى اذا المسافة الكلية هتكون عبارة عن 64 و144، او ممكن نقول المسافة دي كلها 144، والمسافة اللي عدها ايضا هابط الى سطح الارض 144. يبقى 144 و144 نطرح منهم 80 دي، يبقى المسافة الكلية اللي اتحركها الجسم خلال الخمس ثواني 208 قدم. يبقى the average speed اللي هي السرعة الحقيقية او القياسية اللي هي المدلس او المقياس او المعيار عبارة عن ال S T على دلتا T، 208 على 5 تطلع 41.6 قدم لكل ثانية. هذا المثال من الأمثلة الهامة جدا لأنها واضحة وعملية ومن الأمثلة الواقعية في الحياة العملية. جسم قذفناه بسرعة ابتدائية 64 لأعلى، وكان بعده عن سطح الأرض مسافة ابتدائية 80، تحرك لمدة ثانيتين حتى أصبحت سرعته بصفر، وعاد إلى سطح الأرض مرة أخرى بعد خمس ثواني. دي معطيات وعطاها لنا، فهنجد إن المسافة الفعلية 64 زائد 144، 64 صعود و144 هبوط عندما كان سرعته بصفر إلى أن وصل لسطح الأرض. يبقى المسافة الكلية 208 على 5 تدينا السرعة اللي هي السبيد افريج أو افريج اوف سبيد، عبارة عن 41.6 قدم لكل ثانية. هناك حالات خاصة، من هذه الحالات لو كانت السرعة دالة ليست في الزمن ولكن دالة في المسافة، الفي تساوي في دالة في اس، في هذه الحالة ممكن إيجاد الأكسلريشن إيه اللي هي تفاضل السرعة بالنسبة للزمن، معروف العجلة تفاضل السرعة بالنسبة للزمن. طب السرعة ما دام مش دالة في الزمن، الفي مش دالة في الزمن، ممكن أفاضلها بالنسبة للإس لأن الفي دالة في إس. يبقى بدل ما أفاضل السرعة بالنسبة للتي أفاضل السرعة بالنسبة للمسافة إس في تفاضل المسافة بالنسبة إلى الزمن. يبقى هنا الاكسلريشن دي في باي دي تي، ده قانون كلنا عارفينه، السرعه تساوي تفاضل المسافه بالنسبه للزمن، لكن السرعه مش داله في الزمن، ده داله في الاس، يبقى فاضل السرعه بالنسبه للاس في تفاضل الاس بالنسبه الى تي. يعني كاني ضربت في دي اس بسطا ومقاما في هذا القانون، قسمنا على دي اس وضربنا في دي اس، يبقى دي في على دي اس في دي اس على دي تي، ودي اس على دي تي تفاضل المسافه بالنسبه للزمن هي عباره عن السرعه في. يبقى الناتج هيدينا في دي في باي دي اس، وعادي خالص ونبدا نفاضل. ادي مثال على هذا الكلام، ليت في اس يساوي 10 اس، فاين الاي تي اوجد العجله بس داله في الزمن، والاس تي هو هنا مديني الفي وعايز الاكس